تستيقظ في منتصف الليل على شعور تحديق أحدهم بك في الظلام، وعندما تفتح عينك ترى، أوه، أهلاً يا بسكويتا، إنها أنثى الهامستر الأليفة التي أحضرتها أمس لتربيتها تجلس أمامك مباشرة، وبها شيء غير مفهوم. فجأة يقف الهامستر على رجليه الخلفيتين ويعوي كالذئب، بل أعلى من ذلك بكثير، كصوت صافرة. ثم يتجه باسكويت إلى النافذة وينظر إليك نظرة أخيرة ويقفز إلى الشارع. بالله عليك، ماذا يحدث؟ لا تفزع، ما أخذته ظنا منك أنه هامستر ليس إلا فأر الجندب. إنه صياد مثالي، رشيق وسريع ولا يشعر بالألم. يعيش هذا الفأر في أمريكا الشمالية ولا يحب حفر الثقوب، ولما يفعل ذلك إن كان بوسعه طرد أصحاب المنازل منها. تتغذى هذه الكرة المغطاة بالزغب على الجنادب والثعابين والعناكب، لكنها تفضل في المقام الأول الفريسة الخطيرة، عقرب لحاء أريزونا شديد السمية، لكن لا تكترث صغيرتنا بهذا. على مدى ملايين السنين من التطور، تعلمت القوارض معالجة السموم العصبية للعقرب وتحويلها إلى مشروب للطاقة. السم بالنسبة لهذا الفأر كشرب 100 كوب قهوة بالنسبة لك، بالإضافة لمساعدته بعدم الإحساس بالألم. كلما ازداد مقدار السم في جسم الفأر، بدا كأنه محارب ثائر، وبعد انتهاء المعركة، يرفع الفأر رأسه إلى سماء الليل ويعوي. صوت عوائه شبيه بصوت الصفارة لكنه عال جدا، فلو كان يعوي وسط ملعب لكرة القدم لتمكنت من سماعه من المدرجات. وهكذا يجعل الفأر نفسه معروفا ويقول للجميع: أنا الحكومة هنا، لذا لا تجرؤ على تجاوزي. لا تصدق؟ اسأل العقرب المسكين. إذا عندما استيقظت في غرفتك كان الفأر الصغير يغني أغنية نصر. ربما طارد حشرة سامة للتو تسللت إلى غرفتك. من حسن حظ البشر أن فأر الجندب صغير الحجم، لكن إذا رأيت واحدا منها عن قرب فابتعد عن المكان بسرعة. يعني هذا أن فأر الجندب يصطاد ويوجد عقرب في مكان قريب. تبقى صغار الفأر عدائية حتى وهي في الأسر. إنهم كأطفال المحاربين القدماء في العصور القديمة حين كانوا يتعلمون الاستعداد للقتال منذ الأيام الأولى لولادتهم. تخيل أنك حصلت على وظيفة في شركة تولت إنشاء الكوكب، وعندما أتيت إلى المكتب قال لك مديرك: أيها المبتدئ، أحتاج إلى مشروع لحيوان جديد على مكتبي الليلة. فتبذل كل جهد ممكن لتكون النتيجة خلد الماء. يغطي هذا الحيوان فراء ناعم، وله ذيل كذيل القندس، وزعانف ومنقار كمنقار البطة. يضع قلد الماء البيض، لكنه يغذي صغاره بالحليب. خيالك مجنون. يتمتع قلد الماء الذكري بنتوءات سامة على أرجله الخلفية. لا يشكل هذا السم خطرا على البشر، لكن يفضل تجنب مداعبة الحيوان. ولو حدث ولدغك بتلك النتوءات، سأضمن لك قضاء أسبوع كامل من الألم الشديد. ما الحيوان الذي يتمتع بأسوأ مزاج على وجه الأرض؟ أنا؟ لا، فالإجابة أسهل من ذلك، إنه غرير العسل. الأهم من ذلك كله أنه يشبه الضربان الذي يزور صالة المصارعة 5 مرات في الأسبوع، ورائحته تشبهه أيضا. يعادل وزن غرير العسل وزن طفل في الثانية من العمر، لكنه لا يخشى أحدا، لا يهمه من يواجه، سواء كان ثعبانا ساما أم أسدين أم قطيعا من الضباع، فسيهاجمهم ويفوز عليهم. هل تريد العسل؟ لا مشكلة، أقم صداقة مع الغرير وسيدمر لك خلية نحل. لا يخشى اللسعات، فلغرير العسل جلد سميك يصعب اختراقه، إلى جانب تمتعه بمخالب حادة وفكين قويين. يخيف غرير العسل الجميع في أفريقيا، لكن لديه أقارب في أمريكا الشمالية وأوراسيا، ويتمتع هؤلاء أيضا بمزاج سيء. رغم أنه من الصعب وصفه بالعملاق، لكن لن يتردد حيوان الشره أبدا في مهاجمة دب أو الإلكة. لا يتجاوز هذا الحيوان كلبا بحجم متوسط، وإن أسأت إليه فلن تحسد بعدها. إنه حيوان جسور، يعرف كيف يسبح وهو عداء سريع. تشبه كفوفه العريضة أحذية الثلج وتحميه من السقوط في الثلج، كما أنك لن تستطيع الاختباء من الشره بتسلق إحدى الأشجار، كونه قادرا على التسلق بخفة كبيرة. حيوانات الوامبات مثل السحمور حيوانات لطيفة تشبه الدب، فهو ممتلئ الجسم بوزن قريب من وزن الكلب الراعي الألماني جيرمان شيبرد. يعيش الوامبات في أستراليا
حيث يحفر ثقوبا عميقة ليتمتع بأكبر حماية طبيعية في العالم. إذا حاول العدو الدخول إلى منزله تحت الأرض، سيسد الوامبات المدخل بجزئه الخلفي. يتكون هذا الجزء من جسمه من أربع عظام ملتصقة. بالنسبة للوامبات، يمثل هذا درعا يصعب على أي حيوان مفترس عضه من خلاله. هذا الحيوان مسالم لكن بصره ضعيف، وهو ليس ذكيا للغاية، لذا فإن شعر بأي تهديد سيهاجمك في الحال. النمس الرمادي الهندي بطل حقيقي عندما يتعلق الأمر بمحاربة الكوبرا، وأثناء قتالهما ستجده جميلا ويرقص بسرعة بحيث لا يكون لدى الأفعى وقت للرد على حيله، فتتعب الكوبرا وتقرر الهرب بأسرع وقت ممكن. يتمتع هذا الحيوان بفراء سميك يحميه من أنياب الكوبرا، ولديه مناعة ضد سمها. ينتمي النمس لعائلة السموريات القريبة من القطط، وهو من الحيوانات الأليفة المشهورة في الهند. تحب هذه الحيوانات الجلوس في حضن صاحبها، لكنها تحتفظ بطبيعها البري. نادرا ما يهاجم هذا النمس البشر في الطبيعة، لكن لا يمكن توقع تصرفاته إذا وقع في مأزق. لا يعرف أحد بالضبط عدد الجرذان الموجودة على الأرض، لكنها على الأقل ضعف عددنا نحن البشر. هذه حيوانات مذهلة يمكنها أن تضحك وتحلم وتشعر بالتوتر. إنها تعيش في مجموعات ويمكنها اصطياد فرائس أكبر منها بعشرات المرات. وجد العلماء آثارا لعضات الجرذان على أضلاع ديناصورات يبلغ عمرها 75 مليون سنة، ويوجد لديها ملوك أيضا، لكنهم لا يضعون تيجان. إنه اسم العديد من الجرذان التي تكون ذيولها مربوطة معا بشكل عقد. وكان أكبر ملك جرى تسجيله على الإطلاق مكونا من 32 حيوانا. كان الأبوسوم موجودا منذ عصر الديناصورات. ساعدت مهارات هذا الممثل الهوليودي على ليس وصوله إلى نجم شباك التذاكر، بل على نجاته وبقائه حتى يومنا هذا. بمجرد أن يظهر الخطر في مكان قريب، نادرا ما سترى هذا البطل يندفع إلى المعركة، لكنه لا يهرب أيضا، فهو يسقط على الأرض ويبدأ لنقل إنه يلعب لعبة التظاهر بالموت. يتوقف عن الحركة تماما ويبطئ أنفاسه ونبضات قلبه. أنا متأكد من أن هذا الحيوان يستحق الأوسكار. وليجعل الأمر واقعيا أكثر، يصدر هذا الممثل رائحة، لهذا تفضل الحيوانات المفترسة البقاء جائعة على الاقتراب من الأبوسوم. لا يتحكم هذا الحيوان في قدرته على التمثيل، إنها استجابة طبيعية للتوتر. كما أن الأبوسوم ليس عدوانيا، لكن إذا وقع في ورطة سيقف فراؤه وسيبرز أسنانه الصغيرة والحادة. يستحيل أن تنعت حيوانات مشقوقات الأسنان بالكائنات اللطيفة، ويمكنك التعرف عليها من خلال شعرها الأحمر وأنفها الشبيه بأنف بينوكيو وذيلها الطويل الخالي من الشعر. ولديها أسنان حادة وغدد خاصة في فمها تجعل لعابها ساما. المثير للدهشة أن هذا الحيوان لا يتمتع بمناعة ضد سمه، ولهذا تجده حذرا جدا أثناء تنظيف نفسه. مشقوقات الأسنان عدوانية بطبيعتها، إذا شعر أحدها بالملل فإنه يغضب ويهمهم كالخنزير، ويمكن أن يهاجم أي شخص يراه. لحسن الحظ لعابه السام غير مؤذي للبشر. يعد يربوع بلوشستان القزم أصغر نوع من القوارض على وجه الأرض. يبدو كأنه طفل كنغر، ووزنه أكثر بقليل من وزن عملة معدنية. أكبر نوع بينها هو خنزير الماء، ومن الصعب أن تنظر إليه دون أن تبتسم. لكن هذا ليس كل شيء. منذ ملايين السنين عاش على هذا الكوكب نوع من القوارض بحجم جاموس أفريقي. أكلت الفوبيرامي النباتات، وكانت تشبه فرس النهر وخنزير غينيا في آن واحد. والآن سيفوز الحيوان التالي بسهولة بالجائزة الأولى لأكثر القوارض غرابة على الأرض. هذا الوحش ما هو إلا فأر القلد العاري، وأجل إنه عار ويعيش تحت الأرض. مظهره غريب جدا حتى بالنسبة للقوارض، والأهم من ذلك كله أن فأر الخلد يشبه نقانق آتية من فيلم رعب. لكن ليست هذه النقطة التي أود إثارتها، ففي المتوسط تعيش القوارض بهذا الحجم من سنتين إلى 3 سنوات، بينما يعيش فأر الخلد العاري في البرية ل30 عاما. تخيل لو كان بإمكان الناس أن يعيشوا حتى 1000 عام. بالنسبة للقوارض، 30 عاما ك1000 عام بالنسبة لعمر البشر. يعتقد العلماء أن هذا الحفار القبيح قد يساعد البشرية على حل مشكلة الشيخوخة.
يمكن أن يصل عدد أفراد العائلة الواحدة من حيوان فأر الخلد العاري إلى 300 فأر خلد عاري. وقد حفرت هذه الحيوانات مدنا بحجم 6 ملاعب كرة قدم في التربة الإفريقية الصلبة. لا يلتقي الناس بهذه الفئران، ونادرا ما تخرج للسطح ولا تشرب الماء، بل تحصل على رطوبة من جذور النباتات.